السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس السبت أن بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها كوديفوار في الفترة الممتدة ما بين 13 من جانفي إلى 11 من فبراير القادم ستعرف تغطية إعلامية قياسية، وستكون بزيادة 90% عن النسخة الماضية التي جرت في الكاميرون. وأوضح الكاف في بيان نشره عبر موقعه الرسمي بأن عملية وصول طلبات الاعتماد الإعلامي التي كان تاريخها 24 من نوفمبر الماضي آخر أجل لها عرفت أكثر من 5000 طلب من أكثر من 70 جنسية مختلفة، وهو الأمر الذي جعل الاتحاد الإفريقي مجبرا على اللجوء إلى خطة تخصيص حصص لجميع البلدان، مع تأكيده بأنه سيلتزم العدالة في قيامه بهذه الخطوة. وتعهد الكاف بأنه يعمل في هذه الأيام بشكل وثيق مع جميع الاتحادات الأعضاء المشاركة لضمان تمثيل العادل في تخصيص حصص كل دولة. وشدد الاتحاد الإفريقي على أهمية دور وسائل الإعلام في البطولة، وأكد حرصه على حماية القنوات المالكة للحقوق الحصرية لنقل البطولة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.